حسرتنا على أمة محمد، يا حسرتنا أيها الإخوة، كما قلت لكم غير مسلمين كثر في العالم. الكولونيل حبيب غطاس أيها الإخوة، كولونيل وأديب مسيحي لبناني، كان يستهيم ويستهام عشقا في آل بيت رسول الله، قرأ سيرتهم وقرأ عنهم، عاشقهم أيها الإخوة، امتلأ قلبه حبا لهم. له قصيدة غراء بعنوان سيدتنا فاطمة الزهراء، حسرة، والله حسرة، حسرة على هؤلاء المنحرفين عن آل بيت رسول الله أيها الإخوة. حبيب غطاس يقول، يخاطب فاطمة عليه السلام: فأنت من المختار حبة قلبه، وأنت من الأطهار أصفى وأطهر، حفظت لنا نسل النبي ومن بهم على كل مخلوق نتيه ونفخر. قال: نحن نتيه ونفخر على كل الخلق بذرية محمد، وأنت يا فاطمة من حفظت لنا هذه الذرية، أنت مستودع هذه الذرية، عليكم صلاة الله ثم سلامه بكل أذان فيه الله أكبر. الله أكبر، مسيحي يكتب هذا؟ نعم مسيحي يكتب هذا. عليكم صلاة الله ثم سلامه بكل أذان فيه الله أكبر. أيها الإخوة، أختم في دقيقة ببعض الشعر الذي قاله مسيحيون أدباء مسيحيون كبار في أهل البيت. الأديب إدوارد مرقص له قصيدة اسمه الحسين عليه السلام، يقول: ركب الحسين على الفخار الخالدي بيض الصفاح، فكان أكرم رائدي، حشد الطغاة عليه كل قواهم، وحموا عليه ورد ماء باردي، تأبى البطولة أن يذل لبغيهم من لم يكن لسوى الإله بساجدي، أيهابهم سبط النبي وعنده جيش من الإيمان ليس بناضدي، ولئن قضى بين الأسنة ظاميا عطشان ظامئا فلسوف يلقى الله أكرم وافدي. مسيحي يكتب هذا، يقول: قتلوا ابن بنت رسول الله عطشان، لكنه سيرد على ربه يوم القيامة أكرم وافدي، ولسوف يسقيه النبي محمد كأسا تفيض من المعين الباردي. بولس السلامة الشاعر اللبناني الشهير جدا والأديب والكاتب أيها الإخوة، له ملحمة في علي وبنيه في 3000 بيت يقول فيها، وبها أختم: هو فخر التاريخ لا فخر شعب، يصطفيه ويدعيه وليا، ذكره إن عرى وجوم الليالي شق في فلقة الصباح نجيا، يا علي العصور هذا بياني، ضعف صغت عفوا صغت فيه وحي الإمام جليا، يا أمير البيان هذا وفائي، أحمد الله أن خلقت وفيا، يا أمير الإسلام حسبي فخرا أنني منك مالئ أصغاري، جلجل الحق في المسيحي حتى صار من فرط حبه علويا. عجيب بولس السلامة. وفي الأخير يختم القصيدة العصماء بقوله: يا سماء اشهدي ويا أرض قري واخشعي إنني ذكرت عليا. الله أكبر. وإن تتولوا، وإن تتولوا، المجد يعشقه من يعشق المجد أيها الإخوة، يعشق أهله من يعشقه، الكرامات، الكرامة، المعالي، الأشياء السامقة، يعشق أهلها من يعشقها.